محافظة الإسكندرية فيها طالبين عملوا مشروع اسمه أكوا نول. المشروع ده بيقدر أنه ينتج الإيثانول من قصور نبات القلقاس، وكمان يستخدم مياه الصرف في ري النباتات بدون أي تلوث للبيئة. القلقاس ده شيء جميل جدا. واستخدامه كمان لمياه الصرف أكيد هيوفر حاجات كتير. علشان كده مشروع أكوا نول حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية من بين 6 مشروعات في مجال الكيمياء كانت متقدمة لمعرض العلوم والهندسة مصر 2023. حصد مشروع أكوا نول المركز الأول والميدالية الذهبية من بين 6 مشروعات في مجال الكيمياء كانت متقدمة لمعرض العلوم والهندسة مصر 2023 بمكتبة الإسكندرية، وضمن 111 مشروعاً على مستوى المجالات العلمية المشاركة. المشروع الذي تقدم به الطالبان يوسف سعيد ومحمد معاوية يستهدف إنتاج الإيثانول من قشور نبات القلقاس واستخدام مياه الصرف في ري النبات دون أي تلوث للبيئة، ويستغرق إنتاج الإيثانول 7 أيام، إلا أن المشروع استهدف إنتاجه في 4 أيام فقط، مما يساهم في انخفاض تكلفة الإنتاج، ولذلك حاز المشروع على اهتمام لجنة التحكيم في المسابقة. يشتمل المشروع على 3 مباني بجانب بعضها. الأول تتم به تنقية مياه الصرف الصحي التي تستخدم لري نبات القلقاس الذي يزرع في المبنى الثاني، وهو الصوبة الزجاجية. أما المبنى الثالث فهو الخاص بإنتاج الإيثانول، وجميعها في دائرة متكاملة. وأثناء استخراج الإيثانول من النبات تتم عملية التخمر واستخراج سكر الجلوكوز من قشر القلقاس، ثم تحويله في نهاية المطاف إلى إيثانول. على الهاتف معنا الطالب محمد معاوية الحاصل على المركز الأول في معرض العلوم والهندسة، نتعرف منه على تفاصيل المشروع. أهلا بك يا محمد، ألف مبروك الأول. ربنا يبارك في حضرتك. مبروك يا محمد. يعني احنا انا ما كنتش شاطره قوي في الكيمياء، فانت محتاج بقى تفهمنا من الاول كده يعني ايه اكوا نول، اشرح لنا وازاي طلعت الايثانول من القلقاس، فهمنا بالراحه. اول حاجه كلمه اكوا نول دي زي اختصار اللي احنا بنطلع ميه، ونول ده اختصار كلمه ايثانول، يعني اخر كلمه منها. احنا المشروع بتاعنا شغال على 3 حاجات رئيسيه، اللي احنا بنعمل ووتر تريتمنت لميه الصرف بتاعه المصانع، تمام، وتاني حاجه بناخد جزء من الميه دي بنحطه في الرياكشن بتاعنا اللي بيطلع لنا الايثانول من نشر القلقاس، تمام. بعد كده باقي الميه دي احنا بناخد جزء ميه قليل، باقي الميه بتروح عشان تعمل ري للقلقاس اللي بنزرعه او اي حاجه بنزرعها في الصوبه الزجاجيه بتاعتنا. طب انت عرفت منين ان قشر القلقاس ممكن تطلع منه ايثانول؟ يعني ايه المركبات اللي عملتها على بعض عشان تطلع ايثانول من قشر القلقاس؟ هو اصلا قشر القلقاس اغلبيته بيتكون من ماده الاسترش، دي اللي بنقدر نحولها لسكر، وعن طريق اللي احنا بنحولها لسكر بنقدر نحولها لايثانول. وطبعا احنا اشتغلنا على 3 حاجات ثانيه، اشتغلنا على قشر الفواكه الثانيه طلع لنا تركيز 20% بس من الايثانول، بس الشغل بتاعنا طلع لنا تركيز 43%، ده كان ضعف الكميه من الحاجات الثانيه. دايما بتبقى الجدوى الاقتصاديه اهم حاجه في اي مشروع يا محمد. معلومات ان الايثانول بيستخدم كوقود حيوي، يعني يمكن ان احنا حتى في طيارات بتمشي بالايثانول وفي عربيات بتمشي بالايثانول، ولكن مشكلته انه اغلى من البترول، فهو موضوع وهو مركب كيميائي في النهايه، موضوع يعني كبلان بي لما النفط يخلص من العالم. كلامي لو غلط صححوا لي. هو الايثانول صح بيشتغل في الحاجات دي، وبيستخدم كمان اللي احنا نخفف بيه الجازولين اللي هو وقود العربيات او نحسن جودته. هو بيضاف على الجازولين. ايوه بالظبط. وفي نقطه ثانيه، احنا الايثانول عندنا لو حضرتك شفت بره بيتباع مثلا ب 60 ل 80 جنيه، احنا طلعناه بسعر المستهلك بتاعنا ب 55 جنيه. لو كدوله وسعر جمله هيطلع معاهم اللتر ب 45 جنيه. ولو احنا بعنا الميه الزياده وبعنا القلقاس نفسه وبعدين اخذنا منه القشر، ممكن تكلفه توصل ل 30 جنيه، فنص السعر اللي بيطلع بره. انا معاك، بس 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 لتر البنزين ب 10 جنيه صح؟ ايوه بالظبط. النقطه لتر البنزين بيضر البيئه، وغير كده البنزين على المدار البعيد ممكن يقل، اما الايثانول ممكن احنا نخففه في تركيزات كتيره نستفاد منه حاجات كتيره. زي ايه بقى؟ يعني اشرح لنا، يعني انت ايه اللي خلاك تفكر في فكره الايثانول؟ هل انتوا يعني كان عندكم فكره معينه او هدف معين انت عارف ان انت هتدخل تعمل ده، ولا يعني مع التركيبات ابتدى يطلع لك الارقام دي او النسب دي فانت حسيت انه ممكن استخدمه في حاجه ليها علاقه بالطاقه؟ اصل كمان حسب انت انتجت قد ايه منها.
فاهم قصدي؟ هو طبعا حضرتك عارفه ان مشكله روسيا واوكرانيا دلوقتي اثرت على نسبه الوقود في مصر. ايوه. فاحنا كان شغلنا اصلا اللي احنا اولا عايزين نشتغل اللي احنا بندرش البيئه ونقلل من كميه الميه اللي هي بتاعت الصرف اللي مصر مش في الغالب بتعالجها، يعني مصر مش بتعالج كل كميات الصرف. بل بالعكس في مصانع بتدفع فلوس عشان تتخلص منها. وغير كده احنا دلوقتي عندنا عجز جامد في الوقود، احنا المشروع بتاعنا كان شغال على النقطه دي. اولا هتزود الزراعه، هتقلل كميه ميه الصرف، بل بالعكس هتستفاد منها وتاخد من وراها فلوس بدل ما تدفع فلوس عشان تتخلص منها. صح. وتاني حاجه الايثانول، بدل ما تشتري مثلا من بره بسعر كبير، احنا بنطلعه لك بنص الثمن في بلدك، ممكن تستفاد منه حاجات ثانيه تجيب لك فلوس اكتر من كنت تصرفها في اي حاجه ثانيه. احنا معانا دلوقتي على الشاشه، انت دول او ده شريكك اللي معاك دلوقتي في المشروع في البروجكت بتاعك صح؟ ايوه بالظبط، يوسف سعيد. طب انا معلوماتي ان الايثانول برضو يعني الطاقه عموما ممكن تولدها من الاسمده العضويه ومن من عدد كبير من المزروعات، لو تدينا فكره برضو عن كده يعني في سياق كلامك عن القلقاس. ايوه قصدي حضرتك ان الايثانول ممكن يطلع من حاجات غذائيه كتير صح؟ صحيح، او الوقود بشكل عام صحيح؟ ايوه بالظبط، الايثانول ممكن يجي من ماده من مواد اسمها الالكينات. الالكينات دي بتبقى سعرها كبير عشان تطلع منها الايثانول. مقارنه بقشر القلقاس انت مش دافع فلوس في قشر القلقاس، انت القلقاس زرعه تاخد منه القشره بس، الهواء بيترمى اساسا. صح. اما انت لو طلعناه من الالكينات هتكلف نفسك فلوس كبيره ممكن ما تغطيهاش بكميه الايثانول اللي هتطلع لك. دي نقطة تانية احنا اللي خلانا نشتغل على قشر القلقاس. طب محمد، هل بدأتم في تطبيق فكرة المشروع على أرض الواقع ولا لسه مجرد فكرة بحثية؟ احنا الووتر تريتمنت والإيثانول برودكشن احنا طبقناهم في مركز البحوث بنتائج موثوقة كلها. بس طبعا نقطة الصوبة الزجاجية احنا لسه ما جالناش الدعم الكافي اللي احنا نقدر نبنيها أو نعملها على شكل مصغر. بس كل الحاجات دي مجربة وليها أوراق بحثية تتأكد إن كلامنا مظبوط يعني. احنا يعني بنتمنى لو اي حد مهتم بموضوع الطاقه دلوقتي يعني بيتفرج علينا يبقى يعني قدامكم مشروع اهو من شباب زي الفل عاملين حاجه من حاجات بسيطه يعني مش مكلفه. هو ضرب ثلاث عصافير بحجر صح كده يا محمد؟ انت موفر الميه يعني وخلينا استعملنا الميه مره ثانيه، واخدين قشر القلقاس اللي احنا ما بنستعملوش وبنطلع منهم الاثنين طاقه صح كده؟ او في نقطه ثانيه احنا شغالين عليها بس مستنيين دعم يجي لنا عشان نشتغل. البواقي اللي بتطلع من انتاج الكحول احنا شغالين ان احنا نطلع منها سماد للقلقاس اللي بنزرعه. وشغالين ان احنا في انزيم معين بنستخدمه بدل ما ندفع فيه مبلغ، لا احنا ممكن نطلعه من نبات المارو. انت بتطالب مين يهتم بفكرتك او يتبناها؟ والله انا يعني بطلب عامه من اي مسؤول في الدوله ممكن يدعمنا بالمشروع، عشان احنا يعني كل ده بسبب اللي احنا شغالين، تكلفتنا احنا اللي دافعينها في الشغل احنا اللي عملناه. احنا لو جالنا اي دعم ممكن نعمل انجازات قويه في الفكره. صحيح. احنا يعني انا بنطلب من اي مسؤول ان هو يدعمنا بس بغرض المواد الاساسيه، ده اللي احنا محتاجينه اقل حاجه يعني. صحيح. الف مبروك على مشروعكم محمد، وبنتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي، واستمروا ان شاء الله تلاقوا حد يدعم الفكره دي ماديا. رجال الاعمال بيحبوا يساعدوا كتير قوي مثل هذه المشاريع، وانا شفت ده على ارض الواقع. الطلبه بالذات اللي عندهم افكار بتحمي البيئه او بتحافظ على البيئه، دي من الافكار المطلوبه جدا. كل الشكر ليك الطالب محمد معاويه الفائز بالمركز الاول في مجال الكيمياء بمعرض العلوم والهندسه. شكرا ليك والف مبروك.